الفصل التاسع: احتياز الشعور عندما يرى الإنسان لم يعد يتخيل أبداً. جون جونو. السؤال الأول الذي يطرحه على نفسه شخص ينجز بالرغم منه بعض الأعمال هو التالي: لماذا؟ والشخص الذي يتألم من عصاب لا يكف عن التساؤل بحصر أو غضب: ولكن لماذا أفعل هذا أو ذاك؟ ما الذي يدفعني للقيام بهذا العمل أو ذاك؟ عمل أراه عبثاً أو يستوجب اللوم؟ لماذا توجد لدي هذه الفكرة الثابتة؟ هذا الرهاب، هذا التهيب، هذا التعب، هذا الحصر، هذا الخجل، على الرغم من جميع الجهود الإرادية والشعورية التي أبذلها لأتخلص منها. ولماذا أنا دائماً على وشك أن أمثل أمام الآخرين دوراً ينهكني، ولكنني أقف عاجزاً تجاهه؟ ولماذا أخفق في خطوباتي المتتالية؟ ولماذا أكون منحرفاً من الناحية الجنسية أو عاجزاً؟ ولماذا لا أستطيع أن أنفصل عن والدتي في حين أنني لم أتصل بها قط أي اتصال عميق؟ ولماذا أكون خجولاً إلى هذا الحد في حين أنني نجحت أن الجميع يحبونني؟ ولماذا أكون متوتراً باستمرار وفي حالة استنفار؟ ولماذا سيطر هذا الوسواس على أعمالي وأفكاري؟ إلى آخره. كل ذلك يعني أن لدي آلية خفية أتمنى إخراجها، وأن في نفسي عدواً مبهماً يجبرني على أن أكون غير حر، وأتمنى أن يبرز هذا العدو في وضح النهار كيما أراه وأصارعه. والجواب على هذه التساؤلات هو احتياز الشعور، والشفاء السيكولوجي منوط باحتياز للشعور يزداد عمقاً. ولكي يفهم المرء جيداً هذا الاحتياز، احتياز الشعور، لابد من أن نحدد تحديداً سريعاً ماهية الصحة النفسية، فقوامها قابلية دائمة للتكيف مع شتى ظروف الحياة، وتتطلب الصحة النفسية أنا مرنة تتصف بأنها على النقيض من الأنا العليا الصلبة، أنا دون آراء مسبقة ولا كف. والصحة يبلغها الإنسان عندما يمكنه أن يعمل ويحب دون خوف ودون أي آليات من الحماية ضد الخوف. فالفرد يبلغها عندما يمكنه استعمال مصادره بدلاً من تجميدها أو تشتيتها في جميع الاتجاهات، ويفهم المرء أن الصحة النفسية متعذرة إذا كانت الشخصية مشطورة إلى أجزاء يتصف التفاهم بينها بأنه عابر أو مفقود. وتلك هي الحالة إلى حد بعيد، عندما تتكون الشخصية اللاشعورية أي وعدو الأنا من عقد تتغذى من الطاقة التي ينبغي أن تكون تحت تصرف الأنا. ونقول بصورة عامة إن ما هو لا شعوري ينبغي أن يصير شعورياً، وبعبارة أخرى ينبغي للقوى الغريزية أن تصعد إلى الشعور وتغذيه وتغنيه كما يفعل النسغ الشجر الصاعد من الجذور صوب الجذع والأوراق. ويحصل احتياز الشعور عندما تتكفل الأنا بظاهرة لا شعورية أصبحت شعورية وتدمجها، والتغيرات المباشرة في الشخصية يتصورها المرء مباشرة، فيطرأ على الفرد ضرباً من لفحة من نور، ويدرك السبب الحقيقي لهذه الاضطرابات بوضوح، ويرى نزاعاته الداخلية بدلاً من إنكارها وكبتها أو تكرارها بصورة غير متناهية دون أن يعلم، وتتوقف الإسقاطات وتستعاد أجزاء مهمة من الشخصية. وهكذا فإن كل احتياز مهم للشعور، أي ونحن نجهل إن كان بعضها قنابل حقيقية، يعزز الأنا كثيراً ويحدد بنيات جديدة. ويضاف إلى هذا أن أي احتياز ناجح للشعور يقود الفرد بصورة آلية صوب أعمال جديدة وديناميات واسعة. ويمكن للمرء أن يحتاز الشعور بأي شيء، باسم صديق تنحى في زاوية مظلمة من زوايا الذاكرة، وبسهو كان يقع فيه، وبعادات أصبحت لا شعورية وبعرات إلى آخره، ولكن موقع ذلك كله في السطح. ويمكن أن يحتاز الشعور بأنه على وشك أن يمثل دور شخصية ليست شخصيته، ويمكنه أن يحتاز الشعور بأنه يغالي في اللطف في حين أنه يرغب في أن يكون عدوانيا، وبأنه يعتقد في نفسه أنه طيب في حين أنه يحتقر الإنسانية، وبأنه يرغب لا شعوريا في الإخفاق في حين أنه حائز على كل شيء ليكون سعيدا إلى آخره. فثمة آلاف من الدروب الممكنة لاحتياز الشعور، ويمكن أن يتم احتياز الشعور على مستويات مختلفة العمق. ذلك أن بوسع المرء أن يحتاز الشعور أيضاً بدروب من الكبت في منتهى العمق، محفوظة في اللاشعور منذ الطفولة، منتفخة بالطاقة المجمدة،
مولدة عقدا قوية ساهمت كثيرا في أن تكون الشخصية في نهاية المطاف على بعد 1000 كيلومتر من طريقها الحقيقي. فاحتياز الشعور هو فتح بويبات اللاشعور واكتشاف الطفالات والحريات المجمدة والوساوس الخفية والعصاب العميق. إنه النفوذ إلى عالم مجهول، مرضي أول الأمر ثم مضيء. ذلك أن بالإمكان احتياز الشعور أيضاً بالأنماط الأولى الكبرى التي تزخرف اللاشعور الجمعي. انظر اللاشعور الجمعي والأنماط الأولى في فصل جواز سفر إلى اللانهاية، والتي يترتب عليها انقلاب كلي في أسلوب النظر إلى الناس والأشياء. ويرى المرء بصورة مباشرة إذن أن بعضاً من دروب احتياز الشعور ولادات نفسية حقيقية، وهي ولادات يندر مع الأسف أن تتم دون ألم. السد يتصدع. كل احتياز مهم للشعور شبيه بصدع يحدث في السد، أي العصاب الذي يقابل سيلان المياه، أي الحياة الفاعلة والاستقلال الذاتي والعيش دون خوف. ومن المؤكد أن بعض دروب احتياز الشعور تولد الحصر، فالشخص يبدأ تحليلاً نفسياً يرافقه درعه المميز لطبعه، وتحميه واجهات يظهرها عادة للآخرين ولنفسه، ويبدأ عمله السيكولوجي يرافقه حصره وطفالاته وتعويضه وكفه إلى آخره. ولكنه يبدأ على وجه الخصوص ترافقه آليات الدفاع الرهيبة في بعض الأحيان، التي بناها بصورة اللاشعور كيما يستطيع أن يعيش عيشاً مقبولاً. إنه يبدأ تحليلاً نفسياً بوجه ليس وجهه، وهو يعلم ذلك على نحو مبهم، ولكنه يجهل وجهه الحقيقي، وهو يعلم أيضاً أنه يتصرف على هذا النحو أو ذاك، ولكنه يجهل السبب، ويحس على وجه التقريب بأنه يختبئ في حصن، وبأن صيانة هذا الحصن تكلفه كثيراً من المال، أي كثيراً من الطاقة والتعب والإنهاك، دون أن نحسب حساباً لكونه ملزماً بأن يضيف كل يوم حجراً إلى حصنه المهدد باستمرار. فالمريض إذن من جهة مل نفسه، ولكنه من جهة أخرى يتمسك بحصنه وآلياته. يضاف إلى هذا أن المريض سيواجه مشكلات ماضية منسية أو مكبوتة، وثمة ضغائن قديمة وأسرار مؤلمة مدفونة في الذاكرة بعمق، ذات علاقة بأشخاص أقرباء، أب، أم، أخ، أخت، سيحس بها تصعد، وسيحس المريض بعواطف مقموعة خلال سنين تصعد، وفجأة ينبعث من خلال التردد والهروب والتلمس ضرب من احتياز الشعور، وكأنه شعاع من مصباح، فترتفع الأقنعة وتتحرر أسرار اللاشعور، وتصعد بعض الطاقة، وتظهر المخاوف اللاشعورية بوجوهها العفنة، وتكفي في بعض الأحيان هذه اللفحة من النور حتى تختفي بعض الأشباح، وتتحطم الأبواب المدرعة، ويتقصف عالم كامل، عالم مزيف طفالي مقفول بالخوف، كما تتقصف لوحة خشبية نخرها السوس، وتبدو ببطء حرية داخلية. ويرى المريض أن كل ذلك ليس هو، بل شيئا ما كانت الظروف قد وضعته في نفسه وأثر فيه كليا. انظر الآن العليا على سبيل المثال في فصل عندما الشيطان يقود الرقص. وعلى هذا النحو إذن يرى المريض إلى أي حد كان يعد المظاهر شخصيته الفعلية. إنها في بعض الأحيان لمعقولية هائلة تقفز إلى وجهه بعد أن دامت سنين طويلة، وتجعله يقول: ولكن كيف أمكنني أن أعيش وأفكر على هذا النحو معتقداً بهذه الشخصية التي لم تكن شخصيتي الحقيقية؟ وهو في هذه المرحلة إنما يقول: هذا أضعف من أناي الجديدة، بدلاً من الاستمرار في القول: هذا أقوى مني. ممر صعب. من المعلوم أن المريض يستشير على الغالب عالماً من علماء النفس لاستئصال الاضطراب الذي يؤلمه، ولكن من المعلوم كذلك أن هذا الاضطراب ليس سوى عرض من الأعراض، وأن التحليل النفسي العميق يضع الشخصية كلها موضع التساؤل إلى أن تبدو الولادة الجديدة النهائية. فلننظر إلى التخطيطية التالية. ثم لنتخيل أن المريض يحتاز الشعور دفعة واحدة ودون ما تهيئ بالنواة الكبيرة المكبوتة في أعماق شخصيته، ولنلاحظ كذلك ما هو شعوري وما هو لا شعوري، ونحن نرى أن الشعور يكون صفيحة سطحية هي حياة المريض الراهنة. ما هو لا شعوري؟ لنبدأ بالقعر أسفل التخطيطية، نجد فيها نواة تتكون من دروب الكبت والحصر الناشئة خلال الطفولة على وجه الاحتمال. ولكن لنعلم الآن ما يلي: أولاً، أن الكبت لا شعوري دائماً. ثانياً،
أن الكبت يتم لأن دافعاً صاعداً من اللاشعور يعرض الشخصية إلى خطر أن تفقد توازنها. ثالثاً أن الكبت يتم لأن ثمة خطر. رابعاً أن الكبت وسيلة من وسائل الدفاع في الفترة التي يحدث فيها. يتيح الكبت إذن أن يفلت الفرد من الحصر، ولكن لنفرض أنه يتاح للكبت في الغد أن يصعد نحو الشعور ويبدو التهديد بالاضطراب مجدداً، وبناء عليه فإن المرء يثبت الكبت في الأعماق. ولنفرض أيضاً أن المرء يكبت بدءاً من حالة تدوم منذ عدة سنين، فنرى بصورة مباشرة أولاً أن الكبت مصون باستمرار، ثانياً أن الكبت الدائم يستهلك الطاقة، ثالثاً يصبح الشخص مكفوفاً بفعل نقص الطاقة النفسية ويتناقص تلاؤمه مع الحياة اليومية ومع الغير. والكبت آلية أمن، ومن المؤكد أن كل أمن والحال هذه مهدد باستمرار كما قلت سابقاً، فثمة إذن فقدان ممكن للأمن يولد حصراً جديداً يضع عليه المرء صفيحة جديدة من الأمن، وهكذا دواليك حتى الصفيحة النهائية في السطح. ولكن علينا أن لا ننسى أن ذلك كله يظل لا شعورياً، والحال أن ذلك ينبغي أن يصبح شعورياً. فلنتخيل أن بوسع المريض أن يحتاز الشعور دفعة واحدة بالنواة الأولية المكبوتة، إنه ينفجر بكل بساطة، وأعني أنه لن يتحمل ذلك بما أنه قضى حياته برمتها يحتمي منه، وسيكون ضرباً من الانفجار النووي الذي يمس نواة العصاب ذاتها، عصاب لا يمكن بلوغه إلا بعد نضج وتعزيز للأنا. ويمكن مقارنة احتياز الشعور بسيارة تسقط في نهر عميق، فإذا كان السائق يجهل السباحة تبت قدميه على باب السيارة منذ بداية النزول نحو الأعماق، ومن الطبيعي أن الباب لا ينفتح بوصفه محصوراً بضغط الماء. وإذا كان السائق يحسن السباحة أنزل زجاج النافذة وترك نفسه يهبط بهدوء وانتظر إلى أن تمتلئ السيارة بالماء، وعندما يتوازن الضغطان الداخلي والخارجي فإن دفعة بسيطة تكفي لفتح الباب. ذلك هو الشأن عندما يرغب شخص في احتياز الشعور بأعماقه، فعليه أول الأمر أن يتعلم السباحة. وأقصد أن الدروب الأولى لاحتياز الشعور تتم سطحياً، إنها تمس ظاهرات قليلة العمق وتحرر بعضاً من الطاقة وتعزز الشخصية التي تصبح بالتدريج أهلاً للنزول بصورة تزداد عمقاً. فإذا أردنا النزول بسرعة كبيرة وقد بينت ذلك، ينسد الباب تحت ضغط المياه. وأقصد أن الآليات الداخلية للحماية تزداد انغلاقاً تحت ضغط الحصر. وكما قلت لكم سابقاً، إن كبتاً واحداً أو عقدة واحدة تحدثان تكاثراً في الأعراض، وبعض هذه الأعراض يمكن أن يكون مثيراً للاهتمام. مثال ذلك وسواس وعجز جنسي ومخاوف مرضية وتهيب يسبب العجز إلى آخره. ويمكن لبعضها الآخر أن يكون ببساطة غير مرئي لأنه يشكل جزءاً من السلوك اليومي، وعندئذ تختلط بالحياة المهنية والعائلية والدينية إلى آخره. وبعض هذه الأعراض يمكن أن يبدو جميلاً وإيجابياً، وبعضها الآخر قبيحاً أو سلبياً. ومثال ذلك أن سمفونية بيتهوفن التاسعة عمل إيجابي تم إنجازه تحت ضغط عصاب، وضرب من اللطف المغالي قد يبدو عرضاً إيجابياً في حين أنه يحجب عداوة عنيفة ولكنها مكبوتة. وضرب من العصاب القلبي يمكن أن يكون العرض السلبي لنزاعات تسود في قلب الشخصية، ويبدو الصداع سلبياً في حين أنه في بعض الأحيان قصاص ذاتي مازوخية يوقعه بنفسه فرد عدواني، ولكنه لا يجرؤ أن يبدو كذلك جهاراً، وهو يعاقب نفسه على خبثه بصداعه، ولكن ذلك لا يمنع عدوانيته من أن تكون موجودة، وإنها ظاهرة يمكنها أن تصبح إيجابية، شريطة أن تكف عن أن تكون حماية ضد الخوف، وشريطة كذلك أن تكون مندمجة. واحتياز الشعور يعني الانتقال من إناء إلى آخر، فالمرء يمر من خزان اللاشعور إلى خزان الشعور. ولنأخذ على سبيل المثال كبتا لاشعوريا يصل إلى الشعور، إنه يكف عن أن يكون كبتا لأنه يكف عن أن يكون لاشعوريا، مع ما يفترضه ذلك من نتائج يتصف الحصر المؤقت وزوال بعض الأعراض وتعزيز الشخصية بأنها أكثرها رواجا. كيف يتم احتياز الشعور؟
يتعذر علينا أن نصيغ قوانين، فاحتياز الشعور ذو دروب لا يحصى عددها تبعاً للأفراد ودرجة تطورهم وذكائهم الداخلي والخارجي والمرحلة التي بلغوها في التحليل وقوة احتياز الشعور وعمق الكبث أو العقد اللذين يمسهما وتبلور العصاب إلى آخره. ينضاف إلى هذا أن ثمة العديد من الاحتياز السوي للشعور، فيمكن للمرء أن يحتاز الشعور كما قلت بنمط أولي ورمز وبسلوك عصابي على حد سواء. أضف إلى ذلك أن احتياز الشعور قد يشع صوب دروب أخرى من احتياز الشعور، وهو أمر يمكن فهمه إذا فكرنا بهذا التكاثر في الأعراض التي كنت قد تكلمت إليكم عليها. ويمكن إذن لمريض أن يدرك أن عدداً كبيراً من ردود الفعل التي تبدو متباينة ناجمة عن مصدر واحد. وعلى سبيل المثال، يمكن لمريض أن يحتاز الشعور على نحو عنيف بأن وساوسه وخجله ودقته المغالية واستقامته وخوفه من النساء وطيبته المفرطة إلى آخره وثيقة الصلة بعضها ببعض وتتجه صوب نوات مكبوتة في اللاشعور، فكثير من الشجيرات تنقطع على هذا النحو بضربة واحدة تحت فأس احتاز الشعور. ولنضرب مثالاً آخر رأينا حالة منه، شخص مصاب بهوس التحقق يحتاز الشعور بأنه يفعل ذلك لأنه يشعر دائماً بأنه موضع مطاردة ومراقبة وأنه يطيع في الواقع أناه العليا التي تسبب له عواطف الإثمية والحصر، فليس الهوس إذن غير عرض مشهدي في عداد أعراض أخرى لم يلاحظها ناشئة من نواة لا شعورية واحدة. ردود فعل المريض: ليس احتياز الشعور دائماً على عكس ما يعتقد بعضهم هو الأكثر ألماً، فالأكثر إثارة للنفور موجود في الحياة اليومية وفي السلوك إزاء الغير، وذلك أمر مفهوم إذ أن كل عصاب يثير بالدرجة الأولى صعوبات في العلاقات مع الغير. ولنضرب مثالاً، شخص يمثل دوراً منذ سنين عديدة ولنفرض أنه استكمالي، أي أنه يظهر للآخرين بمظهر الكامل بمظهر من لا مأخذ عليه، فهو إذن محصور بالدور الذي يمثله وعليه أن يستمر في تمثيله كل لحظة. إنه سيحتاز الشعور بهذه الواجهة، بهذا الطلاء من الحماية. والحال أولاً أنه عود الآخرين على أن يروه بهذا المظهر من الكمال، ثانياً أنه لابد سيدرك أنه ليس كما كان يعتقد وأنه يتصف كغيره من الناس بنقائص كبيرة، ثالثاً وأنه لابد سيبدو غير كامل وسيتحمل الحصر المؤقت الذي يفترضه ذلك لأنه سيحتفظ خلال زمن معين بشعور مضمونه أنه موضع حكم. وبناء عليه فإن الدور الذي كان يمثله المريض سيبدو بصورة متزايدة في الوضوح، ولكن هذا الدور كان لا شعوريا، وكلما كان المريض يحس به كان على سبيل المثال الإنهاك في المجتمع والتشنج والتهيب والحصر إلى آخره. والحال أن سلوكه المزيف لم يكن يجتاح حياته اليومية فحسب، بل أفكاره أيضاً وأعماله واختيار أصدقائه وعلاقاته وأسلوبه في النظر إلى الأشياء وتربيته التي يمنحها لأطفاله إلى آخره. إنه إذن عالم بأسره يترجح، ويرى المرء بالتدريج تبدو الأخلاق المزيفة التي كان قد نماها في نفسه ووساوسه المزيفة وكتلة من الأحكام المسبقة، وسيرى كذلك ترتسم بصورة ضبابية ثم أكثر وضوحاً ثم أكثر اتساعاً حدود أناه العليا، وسيلاحظ عندئذ كم كان ذلك يبعده عن ذاته وكم كان يعد الأمر أخضر. والعكس بالعكس، إنه هنا أيضاً مصباح ينقل نوره، وعندئذ يلاحظ المرء بذهول أنه لم يكن قط يعيش إلا على الظاهر من ذاته. ولا بد من أن نشير من جهة أخرى إلى أن احتيازاً فكرياً للشعور غير ذي جدوى، فكل احتياز للشعور ينبغي أن يكون ظاهرة معاشة محسوساً بها، وينبغي احتياز الشعور احتيازاً عميقاً، ولا بد للمرء من أن يعيش احتياز الشعور، وهذا هو الشرط الأساسي لكي يولد مفعولاته. وتولد بعض دروب احتياز الشعور العميق تحرراً مباشراً وتطلق طاقة كبيرة، وبعضها الآخر مؤلمة جداً لأنها تعري شخصية مزيفة كان المرء متعلقاً بها. ولكن من يقول شخصية مزيفة يقول أسلوب مزيف في إدراك الأشياء وحياة منحرفة واختيار لا إرادي لظروف الحياة إلى آخره. فثمة إذن كثير من الأمور توضع موضع التساؤل، ذلك أن من المؤكد أن على المرء أن يعيش في الهواء الطلق على صورة تختلف عن العيش في السجن.
ويتقهقر المريض كذلك أمام بعض دروب احتياز الشعور التي تبرز، إنه يخشى أن يتغير، وهو من التعلق برجليه الصناعيتين بحيث لا يتوصل إلى استخدام رجليه الحقيقيتين. وعندئذ يقترب من احتياز الشعور ثم يبتعد ويدور وينطلق مجدداً ويحتك به ويمسه بأصبعه ويستعيد آلياته الأمنية. إنه إذن شبيه بطائرة مطاردة تحوم حول هدف لا يزال ضبابياً دون أن تجرؤ على الإطلاق عليه. ويبلغ بعض المرضى درجة من الدرجات عقب احتياز مهم للشعور ويستقرون فيه، فهم يتوقفون للاستراحة قليلاً، وهذا أمر طبيعي. فلنفرض أن شخصاً يعاني المخاوف المرضية والوساوس، وها هي أعراضه تختفي، وهي أعراض عذبته خلال السنين، فمن المفهوم إذن أن يحط رحاله قليلاً ما دام اختفاء العرض الكبير منحه الآن سعادة كان يراها منيعة عليه. ومع ذلك فإن العصاب لا يزال يدور في شخصية، ولا بد من الاستمرار في المضي إلى الأمام. وثمة بعض الأعراض التي تختفي فجأة عقب احتياز مهم للشعور، ولكن بعض الأعراض الأخرى تقتضي أن يبدأ ضرب من النضال، وتلك عندئذ معركة بين الشخصية المزيفة وبين الشخصية الحقيقية التي تبرز في النور وتؤكد حقها في الوجود. أولاً، ذلك يغير كل شيء، وعلى أي حال يحرر احتياز الشعور شيئاً من الطاقة وبالتالي بعض الفاعلية، ومن هنا منشأ التغير في الحياة. ولنضرب مثالاً على ذلك، ها هو شخص يعاني الكبث العميق الذي ترافقه عواطف الدونية والإثمية، ومن المؤكد أن جزءاً من شخصيته يتصف بأنه مكفوف، ثم تحدث دروب من احتياز الشعور ذات علاقة بالأبوين على سبيل المثال، وتتسع الشخصية وتصبح مجدداً بالتدريج شخصية مستقلة بعد أن كانت متقلصة وذابلة ومذعورة. وماذا سيحدث في الحياة العادية؟ تتعزز الأنا من الجهة، ومن جهة ثانية تختفي دروب من الكبت وهي تجر معها في سقوطها دروب من الكف والمخاوف إلى آخره. ولنفرض، وهذا أمر مبتذل وشائع، أن الشخص كان يكظم كل شيء ولم يكن يجرؤ على أن يفرض نفسه ولا على إبداء رأيه ولا على أن يظهر عفويا، وكان يفعل كل شيء حتى يحس بأنه محبوب، وكان أوهى نقد أو أدنى لوم يسببان له الحصر إلى آخره. ثم إن هذا الشخص يجرؤ في أعقاب احتياز الشعور على أن يفعل ما يرغب في أن يفعل، ولو لم يكن إلا أن يطرد أحداً يريد به الشر، ويكف عن أن يكون مصاباً بالحصر إذا حقد عليه شخصاً ما أو انتقده أو لامه. إنه لا يبالي بواقع كونه محبوباً أم غير محبوب إلى آخره. ولنرى إذن أن ذلك بداية حياة جديدة كل الجدة، حياة حرة لم يسبق له أن عرفها، حياة مع كل الطاقة والاستقلال اللذين يرتبطان بها. ثانياً، عندما تمضي الدمية سيرى المريض إذن ينبعث كل ما هو غيره بفعل دروب متتالية من احتياز الشعور، وتصبح الخيوط التي تحرك الدمية مرئية، ويرى المريض تدريجياً ما كان يسحب الخيوط، ويلاحظ ما كان يوقعه في الشرك خلال سنين طويلة دون أن يخطر حضوره في باله، ويرى ترتسم على نحو يزداد وضوحاً شبكة دروب الحصر اللاشعورية والواجبات والممنوعات التي كانت مفروضة عليه، والتي كان يعتقد أنه اختارها بصورة إرادية. ويعود صوب طفولته وأبويه وتجاربه الأولى وصنوف كبته الأولى. قال أحد المرضى: إن ذلك لشبيه بسهل كان يشع فيه الضوء، وكما لو أني كنت أرى نسيج وجودي وأرى الدرب الصغير الآن، دربا ضيقا شاخصاته أوتاد تعرض للخطر وعليها كنت أمضي، ولكن في أي لا معقولية كنت دون أن أشعر. والأمر على هذا النحو في الحقيقة، فقد يحدث على الغالب أن تظهر حماقة كبيرة بعد دروب من احتياز الشعور العميق، حماقة الحياة الماضية، ويكتشف المريض في الوقت نفسه مجالات لديه لم يكن يلمحها قط، ويتصل مع الخارج بوساطة عواطف وإحساسات لم يسبق له أن عرفها، وتنضم جوانب كاملة من الشخصية وتتوافق، وتختفي الدمية ويبرز الإنسان مجدداً. ولا بد من أن يدرك المرء مرة أخرى أيضاً أن الإنسان غير متحقق ما دامت كلية وجوده غير ملتحمة، وهو غير متحقق ما دام جزء منه مفصولاً عنه، وحسبنا أن نفكر بعقدة كبيرة تسكن في اللاشعور، فكيف يمكن لإنسان أن يحتفظ بشخصيته إذا كبت جانباً كاملاً من هذه الشخصية؟ وعلى هذا النحو إذن، من احتياز للشعور إلى احتياز للشعور،
ينتقل الإنسان من العصاب إلى الصحة، ولكن هذا ليس كل شيء، ذلك أن الموجود الإنساني هو من الاتساع بحيث أن منطقة أخرى تنفتح له عندما ينتهي التحليل النفسي للشفاء. وأريد أن أتكلم على اللاشعور الجمعي، فليس من الضروري مطلقاً أن نرتاده فيما يختص بالشفاء السيكولوجي على الأقل، ولا يتصف اللاشعور الجمعي أبداً بأنه مريض. ومع أنه واسع سعة غير محدودة ومشحون بالطاقة والروعة، فهو لا ينفتح إلا عندما يتم تنظيف اللاشعور الشخصي وتختفي ضروب الكبت والعقد المرضية. ويتبين إذن أن بإمكان دروب احتياز الشعور، إذا كانت تتيح الشفاء السيكولوجي، أن تمتد تماماً إلى ما وراء الشفاء، وعندئذ تتجاوز الفرد وترتاد عالماً تزينه كوكبات من الرموز التي تصنع هذه الرابطة الدينية التي تحدثت إليكم عنها كثيراً، ولكنها أيضاً تبين الوجه الحقيقي لملايين الأعمال الفردية والاجتماعية والدينية والتاريخية التي كان الإنسان يعتقد بأنها تحدث بصورة حرة، في حين أنها كانت إسقاط رموز موجودة لديه. ولنضرب مثالاً على ذلك، إنني أستنبط المثال من أوله إلى آخره، مستنداً بالنص إلى بعض الأمثلة التي ضربناها أو التي سنضربها، الأمر الذي يجعل المرء أفضل فهماً له. ودروب احتياز الشعور تبين أول الأمر تقدماً، ولكنها تبين كذلك تفتحاً من الخاص إلى العام. ومن المؤكد أن سير هذه الأصناف من احتياز الشعور الطوباوي، نظراً إلى أولاً أنها لا تحدث في الواقع بترتيب منطقي، ثانياً أن كثيراً منها لا يحدث إلا بعد العديد من التلمسات والمقاومات وصنوف الحصر إلى آخره، ولكن كل احتياز للشعور يمنح الشخصية، إذ يحرر بعضاً من الطاقة المجمدة كما قلت فيما سبق، قوة أكبر لكي تتابع طريقها. ولنفرض إذن أن أحد الناس، ففي العمود الموجود إلى اليمين سأجمع السلوكات التي تبدو سوية والسلوكات غير السوية في العمود الموجود إلى اليسار، وسنرى إلى أي حد تتصف جميعها على السواء بأنها كانت موضع اشتباه. سلوك يبدو سوياً وإيجابياً: مساعد ممتاز لمديره، عنصر ماهر وموضع تقدير كبير لارتباطه بعمله وإخلاصه الكبير ورزانته الممتازة ودقته المتناهية، ويتصف بالكثير من السحر، وهو ناجح لدى النساء ومتسامح جدا إزاء رأي الآخرين ويحترمه كثيرا، يحب النساء المنفتحات. سلوك غير سوي وسلبي: متعب بصورة مستمرة ولا يترك عملاً إلا بعد أن يتحقق منه 100 مرة، لديه نزعات إلى الاشترار النفسي وإلى الوسواس، وتوعكات قلبية قوية، وانزعاجات مزمنة في الجهاز المعدي، وثمة أزمات غضب نادرة ومفاجئة، وتشنج دائم. والآن لنتصور المريض في متاهاته الداخلية، وأكرر أنني كم أعرض عرضاً مبسطاً، وأنكم ستجدون في هذا العرض نقطة فنقطة عناصر مأخوذة من بعض الحالات التي ذكرتها. أولاً، الغرابة في الأمر أن يكون تعبي دائماً، في حين أن جميع الفحوص الطبية سلبية، فقلبي ومعدتي سليمان على ما يبدو. هل الداخل هو منشأ ذلك مثلما أنه منشأ اشتراراتي؟ ثانياً، أبدو هادئاً، ولكنني انفعالي وأكدم كل شيء، ولست عفوياً بما فيه الكفاية، إنني أتردد كثيراً قبل أن أطلق مزاحاً. ثالثاً، من النادر أن أغضب، ومع ذلك يجرحني أتفه الأمور، وأعتقد أنني نزاع إلى الاستسلام، والحقيقة أنني أخاف. رابعاً، أشغل منصباً عالياً وأعتقد أنني موضع احترام، وذلك لا يمنع من أن أترصد ما يقال عني، ولا بد لي من أن أبذل مجهوداً حتى لا أستعمل رأي مرؤوسي. خامساً، أستشعر النقد وكأنه جرح عميق، وبعض الانتقادات تدمرني، وأتظاهر باللامبالاة إزاء رأي الآخرين، ولكن هذا ضرب من القناع، فاللامبالاة هذه تحميني من الحصر الذي ينشأ من معرفة رأيهم بي. سادساً، أدرك أنني أعيش بحسب رأي الآخرين وفق ما ينتظرونه مني، فإذا أحبوني صار كل شيء على ما يرام، وإذا اعتقدت أنهم يحقدون علي أشجر ولا أنام. سابعاً، بحاجة إلى أن أكون مصيباً، فإذا كنت مخطئاً شعرت أن الناس ينظرون إلي باحتقار. ثامناً، أصاب بالحصر إذا تضمن عملي ثغرة واحدة، وأصاب بالحصر إن لم يكن عملي كاملاً، إنني أقتصر على تمثيل دور. تاسعاً، بحاجة إلى أن أكون كاملاً في جميع المجالات، ومواهت خوفي إذ أصبحت دون مطعم من جميع المجالات.
10، لست قادراً على الإدارة، فمديري هو أبي وأشعر بالأمن ما دمت موضع تقديره وإحجابه، والحقيقة أنني طيع. 11، لست مخلصاً، وأنا مخلص شريطة أن يعرف الناس ذلك، وهكذا يقدرونني، الأمر الذي يطمئنني، إنني أهتم بمفعول ما أصنع على الآخرين، فإذا قدروني شعرت بأنني محبوب ومقبول، وإلا شعرت بأنني منبوذ. 12، لست مخلصاً، ذلك أنني نزاع إلى أن لا أناوئ أحداً، وإلى أن أنحاز إلى معسكر الأقوى. 13، أتظاهر أنني متسامح، والواقع أني أخاف عدوانية الآخرين، وعندئذ أفعل كل شيء لأكون على وفاق معهم. 14، الحقيقة أني لا أحب الآخرين، وأنا عدواني بعمق، فهل أنا لا أحب غير نفسي؟ 15، لا أحب غير ذاتي، فأنا كنرجس وشبقي ذاتي، وبقيت متعلقاً بوالدتي. 16، إنني دائم التوتر أمام الآخرين، ولا أكف عن تمثيل دور من الأدوار، وأشعر دائماً بأن علي أن أقدم مبررات، وعندما أتحقق 100 مرة من عمل من الأعمال، فذلك كما لو أن ثمة شخصاً كان بجانبي. من هو؟ لست أعلم. ظل، تهديد بالعذاب، ولكنني أشعر وكأن الناس جميعهم يراقبونني ويطاردونني. انظر هنا الآن العليا في بداية الفصل التالي. 17، أخاف أن يراني الناس على حقيقتي، فإذا رأوني نبذوني. إنني صبي صغير يحاول أن يكون رأي أبيه وأمه والناس جميعهم فيه رأيا حسنا، وأشعر أنني صغير جدا في عالم من العمالقة. 18، لست في حالة من البطء على الإطلاق، لأنني أشعر بالمطاردة، ومن أجل أن تكون استقامتي موضع الإعجاب، وأشعر عندئذ أنني لست مخطئاً وأنني موضع الصفح. 19، أشعر أنني آثم على الدوام، وأخاف أن أكون عدوانياً على نحو سوي. 20، لست لطيفاً ولكنني جذاب، فأنا جذاب لأستميل تعاطف الناس، وليحبني الناس، ولكي لا ينبذوني، وآسر الناس كطفل يحاول أن يأثر أباه، وأضع نفسي دائماً في منزلة أدنى من منزلة الآخرين، فلست أتصف بالرجولة، وقد خنت نفسي حتى لا أكون ملزماً بالصراع، صراع الرجال، ولا أعد نفسي ذكراً، فأنا أفتن كما تفتن امرأة. 21، لست رجلاً، إنني شبيه بامرأة، فكنت كبت شخصيتي ورجولتي وعفويتي وعدوانيتي، وأبذل كل مجهود حتى لا يكون ثمة شيء يلومني الناس عليه، فإذا لامني أحد لا أجد ما أجيب به، بل على العكس أخضع دائماً. 22، وبدلاً من أن أنفذ إلى المجتمع بوصفي رجلاً، أستسلم للنفوذ كما تفعل إحدى النساء، وأستسلم كذلك من الناحية الجنسية، فأنا أفضل النساء المسترجلات اللواتي أشعر بقربهن وكأنني صبي صغير بقرب أمه. 23، إنني مازوخي تحت قشرة من المظاهر البراقة. وماذا بعد؟ يمكن أن نستمر هنا في ذكر مجموعة كبيرة من هذه الأصناف من احتياز الشعور، أي جنسية تعلق بالأم، جنسية مثلية كامنة، حصر الخساء إلى آخره، بيد أننا نرى الآن ما يلي. ليس هذا الرجل هو الشخصية التي تبدو، فثمة سؤال يطرح نفسه، إذا أقام حياته كلها على سلوكات إيجابية، أي السلوكات الموجودة في العمود الأيمن، فهل ستنهار هذه الحياة؟ كلا بالتأكيد، بل على العكس، ذلك أن هذا الرجل يتصف واقعياً بعدة صفات، الإخلاص والذكاء والدقة إلى آخره، ولكنه كان قد استخدم هذه الصفات ليحمي نفسه، من هنا منشأ التوتر الدائم والحصر المبهم والتشنجات والمخاوف والأصداء الجسمية في القلب والمعدة إلى آخره، إنه كان يكبت جزءاً كبيراً من شخصيته، شخصية الرجل، دائماً حتى يحمي نفسه بالبعد عن الصراع، وكان قد أصبح شبيهاً بامرأة، ويقوم عمله الداخلي كله على أن يستعيد ما كان يكبته، رجولته وجنسيته المذكرة، وعدوانيته السوية وثقته بالذات. يضاف إلى هذا أننا نلاحظ في هذه الدروب من احتياز الشعور أننا ننطلق تدريجياً من بعض الأعراض لنبلغ وضع الشخصية كلها موضع التساؤل،
والمريض يحتاز الشعور بأن جوانب كاملة من شخصيته في حالة الانتظار في جهة من الجهات، وهي تتصف بالتالي بأنها غير منتجة. وانطلاقاً من كتلة من الأعراض، ينزل المريض نحو النوى الأساسية، وسيرى أن كثيراً من هذه السلوكات الإيجابية ليست سوى أعراض من عصاب، مبالغة في الإخلاص، ودبلوماسية إزاء الآخرين خوفاً من فرض شخصيته، وكمال في العمل خوفاً من أن يكون بمقدور أحد أن يوجه إليه لوماً، أياً كان هذا اللوم إلى آخره. ولكنه سيرى كذلك أن بعض الأعراض السلبية هي في الواقع تعبير عن شخصيته، شخصية الرجل التي كان قد كبتها تحت ضغط الخوف كالعدوانية على سبيل المثال. وتنبجس أناه الواقعية في نهاية التحليل: أنا كان قد أوقعها في الشرك، أنا احتفظت سليمة بخصائص مكبوتة خلال سنين.